طب خطط كامل كامل، احنا كنا لسه حمام. راح ابني طلع فتح، دخلوا معاه كده الحمد الصالة، دخلوا معاه حشوتين كده وراحوا طسنوا في دماغه رصاصة، وقع جاب مناخيره دم من مناخيره وانا طاقه. انا طالعه من اوضه النوم لقيته واقع قدامي قدام اوضته، قلت لهم انتوا عرفتوا فيه ايه؟ هما مترممين بقى اتنين مترممين ومعاهم سلام ومسدس ضربوا ابني المسدس. وبعدين لما قلت لهم ايه انتوا عملتوا في ابني ايه؟ قالوا لي اطلعي بره. مسكوني من ايدي جروني ورموني بره الشارع، وراحوا دخلوا لجوزي راجل كبير وسمعوا كتير عايزين يضربوه. قال لهم انا غلبان، انا مش عملتش حاجه، انا من بيتي من السرير وانا بطلع وانا بدخل. راحوا مدينه حراسه ودخلوا خدوا الحجر والموبايلات، وبعد كده راحوا حاكيين في البيت.